طيب، بدأنا المرة الماضية في الـ Word Embedding في التعامل مع التكست، تمام؟ شرحنا إيش مفهوم الـ Word Embedding أو تضمين الكلمات، إنه الهدف منه شغلتين. الشغلة الأولى هي إنه أنا أقلل الـ Dimensionality، والشغلة الثانية إنه يكون في عندي Space جديد. الـ Space هذا الكلمات تمثل على شكل Vectors، والفيكتورز هذه انه بتاخد قيم متشابهة للكلمات اللي لها علاقة مع بعض، تمام؟ وحكينا انه العلاقات هذه ممكن تكون علاقة ترادف، علاقة تصريف، علاقة انه يعني تشابه في المعنى بالضبط، انه شغلات زي هيك يعني، او انه متلازمات لفظية بالضبط. اليوم إن شاء الله بدنا نشوف التكست classification with RNN. بس قبل ما نشوف التكست classification، قبل ما نشوف كيف إنه إحنا نعمل هذا الكلام بالكود، في عندكم حاطط لكم رابط ل CS 230، هذا الكلاس في جامعة ستانفورد، عامل cheat sheet لا CNN والRNN. احنا اليوم حنركز على الRNN. CNN برجيت لكم كيف الاركتكتشر تبعتها، هنا برضو مشروحة انه انا في عندي طبقة convolution تتبعها طبقة pooling، اكتر من طبقة، وبعدها اخر حاجة انا عندي الـ FC، وهنا بشرح انه الـ convolution layer كيف بتتم، يعني العمليات الالتفافية كيف بتتم، وهنا انه البولينج في منه نوعين اللي هو الماكس والافريج، انه هذا بياخد الماكسيموم وهنا بياخد الافريج، والاف سي انه لازم يكون في عندي طبقة للفلاتن، لانه هذه 2D لازم نفرضها تصير انه 1D، تمام؟ والاف سي ممكن تكون انا عندي اكثر من طبقة. هاي يعني مشروع بشكل مبسط. الان احنا حنشوف للريكرنت نيورال نتورك برضه شيء مشابه لهذا الموضوع. طبعا الاركتكتشر في الريكرنت نيورال نتورك انه انا عندي ممكن يكون في عندي مالتيبل انبوت ومالتيبل اوتبوت، تمام؟ لانه ممكن يكون انا عندي الانبوت عباره عن تكست والاوتبوت عباره عن تكست، او بنقدر نقول انه انا عندي سيكونس وهنا سيكونس، بس الفرق بين انه الانبوت هنا، لانه في الستكشر داتا انا عندي الانبوت برضو عباره عن اكثر من اكس، لكن هنا بتلاحظوا انه الاكس هنا في انا عندي نوتيشن موجوده فيها فوق اللي هي x1 x2 xt، معنى ذلك انه هو بيحفظ التسلسل تبعها والاوردر تبعها، ومعنى اخر السيكونس تبعها، تمام؟ معنى ذلك انه الترتيب هنا مهم في الموضوع، وكذلك هنا الاوتبوت هنا الترتيب فيه مهم. طبعا مفهوم الريكرنسي انه انا عندي انه انا في عندي عده مفاهيم للريكرنسي، انه على سبيل المثال انه الاوتبوت تبع النيورال نتورك ممكن نرجع ندخله مره ثانيه كانبوت، تمام؟ فبالتالي هنا بصير في عندي ريكرنسي. ريكرنسي معنى ذلك انه انا اجيت دخلت الانبوت، حسبت الاوتبوت، تمام؟ الاوتبوت هذا رجعت دخلته على الانبوت كمان مره، فبالتالي بده يضطر يحسب الاوتبوت كمان مره، فهي هي عملية الريكرنسي، حتصير انه بشكل مستمر لغاية لما يصير فينا عندي كونفيرجنس. ايش الكونفيرجنس؟ يعني انه الاوتبوت بثبت، بصيرش فيه تغيير، تمام؟ طبعا في منها عدة انواع. في عندي هنا 1 to 1، طبعا هنا 1 to 1 هذه تعتبر يعني ممكن نعتبر انه هي الـ traditional neural network، تمام؟ بيكون انا عندي 1 input و 1 output. في عندي النوع الثاني اللي هو 1 to many، فبالتالي انا بكون في عندي في الـ input x واحدة، وفي الـ output انا عندي y1 y2 لغاية yt. زي ايش مثلا عليها تطبيقات؟ تطبيقات زي الـ music generation. في الـ music generation انا بدربه على عدة مقاطع موسيقية، تمام؟ وبصير انه انا بس بدي له اول مقطع، فبروح بكمل بقية النوتة الموسيقية زي هيك، فبالتالي انه بيألف مقطوعات موسيقية.
وممكن في هذا الإطار إنه نضيفوا عليها تاسك زي التكست جنريشن. تكست جنريشن توليف النص أو تأليف النص. تأليف النص هذه شغلة كتير إنه مهمة، يعني إنه وصلنا فيها لمرحلة كتير متقدمة، إنه أنا ممكن من بكرة أصير أكبر أديب في العالم أو أكبر بروفيسور في العالم، إنه أنا بعمل، أنا عندي أوراق منشورات بحثية أو مثلا قصص أدبية، بسبب إنه أنا صار في عندي موديل كتير أكيوريت وبقدر إنه هو يألف لي قصص ويألف لي أشعار ويألف لي حتى أوراق علمية بمحتوى، يعني بطريقة احترافية كتير كبيرة. طبعا هذا الكلام بفضل إنه أنا بدربه على مجموعة كبيرة من القصص مثلا أو الأخبار أو البيبرز أو الأوراق العلمية، فبالتالي هو بيعرف إيش السياق أو إيش الصياغة، كيف بتم صياغة الكلمات، تمام؟ وفي المقابل في أنا عندي التحدي المقابل لهي الشغلة، اللي هو إنه إحنا كيف بدنا نكشف هذا النص، إنه هل هو نص أوريجينال ولا نص تم تأليفه من خلال النيورال نتورك. وهذا الشيء برضه بينطبق على الفيديو، لأنه في الفيديو أنا ممكن أعمل جنريشن لفيديو، إنه أنا مجرد إنه أنا أجمع عدة صور لشخص معين، تمام، وأدرب النيورال نتورك إنه كيف بيتم يعني تغيير المشاهد تبعت الصور تبعت الفريم، وممكن أخلي أعمل جنريشن لفيديو لشخص معين وهو أصلا مش مصور له مقطع فيديو، وأخليه يحكي كلام معين، تمام؟ فدي هو الديب فيك، هذه التقنية اسمها الديب فيك. والتحدي الآن، في كتير تحديات إنه أنا كيف أكشف هذه الفيديوهات المزورة، تمام؟ في حتلاقوا عندكم على اليوتيوب يعني كتاسك، لو انتوا عشان تتخيلوها في عندكم رابط هنا. أنا لتأليف الشعر بالعربية، فبتلاقوا إنه في الفيديو هذا طبعا دربوا على عدة أشعار، عدة شعراء: أبو تمام، أبو فراء، أبو فراس الحمداني، أبو نواس، أحمد شوقي، أحمد مطر، الأخطر، إلى آخره. هنا بطلب منه أبيات لعنترة بن شداد، وبطلب منه إنه تكون القاف هي أم، ألف ولا وألف وميم، فبالتالي هو مجرد إنه بيقرأ الأبيات الشعر اللي تم تأليفها من قبل النظام، تمام؟ يعني الأشعار يعني فعلاً إنه هي يعني لو تحاولوا إنه أنتوا تركزوا وتقرأوا فيها. ندوم نور ثلاثة رافع فيهم الشمس، ذكرت سلامتي بعد صاحبها تجر خطاها. مدام القاف يعني عندي ألف هاء، فبصير إنه خطاها قراها، فبصير إنه بيجيب نهاية البيت الشعر. وبين ثنايا هذه الحرب حف لوائها، شبيه الليل لون يظهر أيراني، مثل حسام سلام الحرب تعود علي رحاها. هو بقرأ زي ما ذكرت لكم للتأكيد، بقرأ الأشعار اللي تم تأليفها من قبل النظام. فهي هذه التاسك. في أنا عندي التاسك اللي وراها اللي هي many to one، فبالتالي أنا عندي الانبوت عبارة عن sequence والاوتبوت عبارة عن
one output. زي ايش مثلا؟ زي sentiment classification، انه انا بصنفه لا positive negative. بالتالي الانبوت عبارة عن جملة sequence of text x1 x2 x3، والترتيب مهم، الاوردر مهم، عشان هيك احنا بنحط لهم انه هنا x1 x2 x3. وهنا الاوتبوت عبارة عن just one output، يا بتطلع لي يا 0 يا 1 مثلا، او 0 1 2 اذا كان في عندي 3 classes. زي sentiment classification. تمام. هنا انا عندي many to many. many to many بيكون انا عندي الانبوت عبارة عن sequence والاوتبوت عبارة عن sequence، لكن هنا انه الطول الاكس بيساوي طول الواي كsequence. يعني زي ايش مثلا؟ زي named entity recognition. named entity recognition وال part of speech tagging، يعني على سبيل المثال part of speech هنا زي مثلا هاي الجملة. I want an early upgrade. فبالتالي هذه عبارة عن السيكونس، هذا طوله 1 2 3 4 5، والاوتبوت برضو عبارة عن تاج لكل كلمة 1 2 3 4 5، انه هاي عبارة عن pronoun ضمير، هذه عبارة عن verb، هذه عبارة عن determinant، هذه adjective وهذه noun. فبالتالي هنا الانبوت سيكونس والاوتبوت سيكونس وهذول انه بيساووا بعض. طبعا شو فايده هذه الشغلات؟ فايده هذه الشغلات شغلات كثير يعني مهمه، انه انا مثلا ممكن استفيد منه في تطبيقات متقدمه، حتى انتم ممكن انه انتم تجربوها عندكم في الجوال، لما اجي اسال مثلا انه من هو رئيس الولايات المتحده مثلا على سبيل المثال، او انه متى ولد. فبالتالي لما اسال على من هو، انا بسال عن شخص، عن بيرسون، فلازم احط يعني احدد انه لازم احدد انه الفيرب ولد. تمام. وبلزمني كذلك انه في النيمد انتيتي ريكوجنيشن انه التاسك مختلفه، انه على ايش بدور؟ بدور على او ايش التاجز انا بتكون عندي؟ التاجز بتكون عندي انه بيرسون او اورجانيزيشن او بيبل او بليسز. بالضبط. فبالتالي هو بوجد اسماء الاشخاص واسماء الاماكن والاورجانيزيشن في عدة لغات. يعني على سبيل المثال انه نص زي هيك مثلا، وايش بيحدد؟ بيحدد مثلا انه هو criticized ترامب. ترامب هذا عبارة، بحط التاج انه هذا عبارة عن بيرسون. هنا بيتر عبارة عن بيرسون. 2016 هذه ديت، لانه انا بدي اجي مثلا اسال عن متى ولد شو اسمه او متى انتقل الى كذا، فبالتالي انا بدور على ديت وبدور على الفيرب انتقل او ولد، لازم تتحدد انه هي كفيرب، وبدور على اسم شخص مثلا. ف الجي بي اي هي عباره عن شغلات متعلقه ب نيمد انتيتي، متعلقه باسماء الكانتري. لا، الريكرنت نيورال نتورك لوحدها بتقدرش ما هي تعمل هذا الكلام، بس انا بقصد انه انا اقدر احدد التاج تبع كل كلمه من ناحيه انه هي part of speech tag او named entity tag، مستخدم في تطبيقات عديده في ال NLP في natural language processing، زي ال questioning ال QA system. ال QA system questioning answering system، انا بسال سؤال وهو يفترض انه يدور في كل النصوص اللي عندي ويروح يعمل استخراج لجواب. فاستخراج لجواب انه حسب طبيعه السؤال، انا بسال عن مكان او بسال عن شخص او بسال عن تاريخ، متى ولد، اين، كيف. هذه شغلات انه مستخدمه في التشات بوت، انه بنسميها الانتنس. الانتنس انه انا بحدد انه بالضبط انه مثلا انه بساله يعني انه
كيف الطقس اليوم في مدينة كذا بالضبط. فأنا بحدد إنه هو لما يسأل عن الطقس وإنه بأخذ الفاريبل إنه المدينة بروح بدور عليه في الداتابيز بعرض له معلومات الطقس يعني إنه تاسك مشابهة يعني intense بالضبط. تمام. طيب في عندي هنا آخر تطبيق برضو sequence to sequence ولكن هنا إنه طول الـ X ما بيساوي طول الـ Y مختلفين في الطول مش بضرر يكون نفس الطول هي برضو many to many ولكن إنه الطول مختلف زي إيش مثلا زي المشين translation ترجمة الآلية أنا عندي طول النص في source language مش بضرر أن يكون نفس طول النص في target language يعني كعدد الكلمات يعني على سبيل المثال هنا في العربي عندي كلمة تنتين ثلاثة أربعة خمس كلمات أما هنا إنه بدي أختار إنه الآي لحال والويل لحال هاي كلمتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة فبالتالي طول الكلمات هنا بيختلف من العربية للإنجليزية. نعم أوكي. هنا طبعا الأكتيفيشن فانكشن المستخدمة يا سيجمويد وثان اتش وريلو وهنا عندي نوعين من النيورونز المستخدمة في الريكرانت نيورال نتورك اللي هي الجيتد ريكرانت يونت جي ار يو او الشورت لونج تيرم ميموري ال اس تي ام. تمام. هذه ممكن نعتبرها كل نيورون على فكرة في الـ Recurrent Neural Network ممكن نعتبره عبارة عن Memory Cell لأنه الهدف من هاي الشغلة أنه يحفظ السياق سياق الكلمات أنه يقعد متذكر إيش الكلمات اللي قبل هذه الكلمة وإيش الكلمات اللي بعد هذه الكلمة عشان يقدر أنه هو يحدد شو معنى هذه الكلمة أو شو تصنيف هذه الكلمة أو شو التاج تبعت الكلمة هاي لأنه هذه الشغلات إنه بتتحدد حسب السياق. فالآن في شغلات إنه ممكن أحفظها يعني على المدى الطويل وفي شغلات بدي أحفظها على المدى القصير إنه بعد مثلاً شوية إنه هو يعني خلص المعلومة هذه ينساها بطل إنه هو محتاجها وفي معلومات إنه على سياق طويل ممكن إنه هو يكون محتاجها. الآن تركيبة النيورون في الجي ار يو والال اس تي ام واضح جدا انه الجي ار يو انه هي ابسط. تمام. طبعا الهدف من التركيبة هذه انه المعلومة تضلها موجودة هنا جوات النيورون الانفورميشن تضلها محفوظة جوات النيورون. تمام. هنا انا عندي التعقيد انه اكثر. تمام. في عندي شغلات يعني انه كذلك انه انواع من الـ RNN في عندي باي دايركشنال. في الباي دايركشنال انه انا عندي ممكن اتحرك فيها بالاتجاهين يعني على سبيل المثال انه اعمل بروفايد للانبوت تمام عشان احصل على الاوتبوت وممكن اخذ الاوتبوت عشان انا احصل على الانبوت فبالتالي انه يعني بلف على الكلمه باتجاهين يعني من اليمين لليسار ومن اليسار لليمين. اما الديب RNN زي ما انتم شايفين انه هنا كل طبقه بتمرر للطبقه اللي بعديها لكن هنا انه هذه تعطي للنيورون اللي بعده بيعطي كمان للطبقه اللي بعديها فبالتالي هنا هذه بنسميها باي دايركشنال RNN وهذه ديب نيورال نتورك. طبعا الوورد امبيدنج هذا الكلام احنا حكينا عليه المره الماضيه انه بيكون في عندي امبيدنج ماتريكس فبالتالي بيكون في عندي ما دام انه هي بتمثل كفيكتور بقدر انه نعمل بروجكشن للفيكتور هذا في
السبيس وبقدر احسب الزاوية بين مثلا هذه الكلمات واحسب السيميلاريتي بيناتها. اوكي هيك يعني من ناحية مبسطة شو مفهوم الريكرنت نيورال نتورك. نيجي الان لتطبيقها ككود. طبعا تطبيقها ككود انه احنا بدنا نشتغل على الداتا سيت تبعت الموفي ريفيوز. قديش الفوكالري تبعها؟ 8000. حملتها، اخذت الترين والتست تبعها. تمام. طبعا الانكودر زي ما حكينا المره الماضيه اللي هو الوظيفه تبعته انه هو عباره عن ديكشنري لكل كلمه بالوورد اندكس المقابل لها. فبالتالي الفوكابلري سايز احنا عندنا لهذه الكوربس 8185. طبعا هذا السترينج بدنا نعمله ديكود، يعني هذا سترينج كسامبل، سامبل سترينج هالو تنسر فلو. تمام. عمل انكود باستخدام الانكودر، فبالتالي طلع انا معايا هذا الفيكتور كارقام. تمام. نرجع نعمل ديكود للسترينج هذا مره ثانيه، فبيطلع انه انا معايا هالو تنسر فلو. فبالتالي هنا في الانكود حولناه من نص لارقام. تمام. والديكود حولته من ارقام لنص. وهنا بأكد انه التحويل شغال، الانكود والديكود شغال، انه عمل assert هل الاوريجينال سترينج بيساوي السامبل سترينج. وهنا مطبق مثال انه على سبيل المثال انه جايب الاندكس لكل سترينج انا عندي موجود هنا. الله يعافيك. انا ممكن اتحكم في قديش طول السترينج اللي هو بعمل له الكودينج، فانا بدي اياه يشتغل على مستوى الكلمات او بدي اياه يشتغل على مستوى حروف. مش بالضروره الشغل على الوورد ليفل انه بدي نتائج احسن من الكاركتر ليفل. لانه كيف؟ صحيح. بس انا بحكي انه مش بالضروره دائما انه التاسك بتستدعي انه انا اشتغل على الوورد ليفل. يعني على سبيل المثال انه لو بدي اشتغل سنتمنت ماشي ممكن انه انقطع على كلمات، لكن لو على سبيل المثال بدي اشتغل لانجويج ايدنتيفيكيشن انه او لهجات مثلا، اللهجات في العربيه يعني كنا بنستخدم نفس الكلمات. بس الفكره انه احنا يعني بصير انه كل لغات انه كل لهجه بتكون انه انه بيستخدموا النيجيشن انه هو قبل او بعد. يعني مثلا بيجي في لهجه من اللهجات بحكي ما اعطيتهوش، ولهجه ثانيه بحكي ما اعطيته. فلو بدي استخدم كلمات بتصير انه كاركتر ليفل ممكن يكون احسن يعني. نعم مو هيك ومش هيك. هيك في اوكي. طيب بدنا نحضر الان البيانات. انا عندي للتريننج بحدد البفر سايز والباتش سايز 64، فهنا حيجمعهم 64 ريفيو 64 ريفيو. فبعمل شافل للترين، دائما بتعود دائما للترين بعملها شافل. الشافل محتاج بفر سايز، يعني محتاج يعني زي حيز في الذاكره عشان انه هو يخلط فيه. فالبفر سايز حديته انا 10000 بايت، فهذا مش كتير انه هو يعني هنا كل ما كان اكثر بيكون افضل واسرع في الشفل. بس ما زودش كتير اذا كانت انا عندي الذاكره محدوده. تمام. وفي انا عندي هنا باديد باتش، احنا حكينا في عندي تو ميثود، الباتش لحال والباديد باتش. الباتش لحال بتقسمهم لباتش كل واحده فيهم 64 جمله 64 ريفيو. والبادد باتش انه هو بروح بعمل بادنج، بحط حشوة زيروز للي طولها اقل من الحد المطلوب. تمام. الان نيجي للسيكوينشال موديل.
sequential model طبعا بطبيعه الحال اول طبقه embedding زي ما شفنا المره الماضيه انه هي مهمه. الانبوت تبعها عباره عن الفوكابلري سايز والاوتبوت 64. بعدها الطبقه الثانيه باي دايركشنال ايش نوعها على استيعام كم نيورون فيها 64. وبعدها في انا عندي طبقه دنس وبعدها اخر طبقه نيورون واحد لانه انا عندي بوزيتيف او نيجاتيف. فبالتالي هنا ممكن اعمل ستاكينج اكدس اكثر من طبقه ال اس تي ام واكثر من طبقه دنس تمام. وهنا باينري كروس انتروبي لانه بوزيتيف ونيجاتيف وهي الفت انا عندي في اخر دوره انه الفال اكيرسي 85% تمام. او 96 طبعا لو قارنا هذا الكلام هنا لو رحنا على التكست كلاسيفيكيشن كان سيكوينشال في هذا يعني اول ما اخذنا البيزكس تبعت الماشين ليرنينج نحطت بس امبيدنج تمام ودنس واحدة مباشرة وراها وجبنا قديش 87 طبعا RNN هنا صارت 96 افضل بكتير الاداء لهذا الشيء اسمه الفاليديشن 85 وهنا 87 السيكوينشال افضل. مش بالعموم انا بقصد انه هنا ممكن اسوي عدة شغلات بحيث انه انا يعني لسه مش ضايف هنا دروب اوت ولا مكدس اكثر من طبقة ال اس تي ام. نعم مررتها وايش؟ نعم صحيح صحيح لانه انا يعني هنا لما حمل في السيكوينشال لما جيت حملت انه الداتا سيت اللي فيها 10 كي او هذه انا حددتها في الكود انه حددتها هنا في الكود انه وين؟ ماكس فيتشر حذرناها انه هي 10,000. فبالتالي هنا لما قرأنا البيانات هنا على الباراميتر وين مررناه هنا انه الماكس توكن في التكست فيكتورايزيشن. الماكس توكن انه التزم بهذه اي شغله انه شوف لي مين الاكثر 10,000 تكرارا. لكن هنا هذه بريلودد داتا سيت ولما اجيت حملت 8 كي اللي هي الفوكابلري تبعها اصلا كله 8,000 يعني محدد بشكل مسبق. هذه الشغلات بقدرش انه انا احكم عليها زي هيك يعني في يعني اكسبيرمنتالي بقدر انه اقول انه ممكن او لا غير انه انا اجربها بنفسي. هو الفوكابلري سايز انه المنطق بيقول انه كل ما كان الفوكابلري اكثر بيكون احسن. ولكن اذا انا جيت لعند مثلا انه عديت انه الفوكابلري هذا اللي ال 2000 زياده اللي انا بدي احطهم من 8000 ل 10,000 لو اجيت احصيت التويتات انه والله لقيتهم مثلا في 20 تويتر مثلا او في 40 تويتر من 60,000
بجي بقول انه هدول الكلمات insignificant، يعني نادر تكرارها او نادر استخدامها في الكوربس، فبالتالي انه ممكن انا اقرر ان استغني عنهم، فبالتالي بقدرش اخذ قرار زي هيك الا لما اعمل exploration للبيانات اكثر واجيب تحليل للفريكوانسي اكثر، واقدر اقول انه والله حيجيب ال 8000 احسن من ال 10000 او العكس، قبل ما انه انا اجرب السيكوينشال والار ان ان. تمام، طيب الان احنا وصلنا لتست اكيوريسي هنا بعد الفت، هنا 87%. طيب رحت انا عملت الدالة هذه عشان تعمل لي باد لتكست اذا كان هو اقصر من الطول المطلوب، فايش بديله؟ بديله الفيكتور وبديله السايز المطلوب، وبعرف دالة تانية ايش تعمل؟ بريدكت لتكست، باخذ منها تكست وباخذ منها الباد انه هذه عبارة عن فلاج ترو او فولس. طبعا اول خطوة انه التكست هذا ايش بدنا نعمل له؟ انكود. بعدها الخطوة الثانية اذا مطلوب انه انا اعمل باد، بروح بستدعي هذه اليوتيليتي فانكشن او هذه الهيلبر فانكشن انه تعمل لي باد هنا للطول 64. بعديها بروح بحوله بعمل كاست لانكودد تكست، وبروح بمرره لداله البريدكت. تمام، وبرجع البريدكشن. فهنا ايش بحاول انه هو يعمل؟ يعمل انه this movie was cool, the animation and the graphics were out of this world, I would recommend this movie. فهو هنا حط الباد بتساوي false، تطلع عنده النتيجة زي هيك. بده يكرر هذا الكلام ويحط الباد بتساوي true، بلاقي انه الاوتبوت اختلف معايا، فبالتالي تأثير الباد فيه له تأثير في حساب الاوتبوت تبع البريدكتور او الموديل. تمام، طبعا هذا البلوت تبع الاكيوريسي وهذا تبع اللوس. طبعا مع باد افضل، مع البادنج بيكون افضل اكيد بطبيعه الحال. لسه هذه بدي اعملها ارج ماكس، يعني هذا البريدكتور تبع عشان اطلع الليبل انه 0 و1 اذا كان اكبر من كذا واقل من كذا، بس هذا كبيور ان يعني اوتبوت من الموديل من البريدكتور، يعني اكيد في طبيعه الحال انه تاثير الباد انه باستخدام الباد او بدون الباد انه في فرق اكيد بطبيعه الحال. هنا بدنا نعمل ستاك ل LSTM اكثر، لانه هنا اداء النيورال نتورك كان مش ولا بد، نشوف انه هو بتحسن الاداء ولا لا. فالان الستاكينج انا هنا ضفت طبقة 64 وهنا return sequence بتساوي true recurrent bidirectional. تمام، وهنا طبقة الامبيدينج في الاول bidirectional recurrent بتساوي true 64 وهنا 32 dense 64 وضايف لدروب اوت binary cross entropy. نعمل fit بنشوف انه النتيجة 85%. تمام، مش عامل بلوت هو، لا هي عامل، بلاقي انه الفاليديشن هي ثبت والاكيورسي هي بتزيد. يفترض انه عند المنطقة هذه انه اكون انا توقفت، فبالتالي انه اتجنب الاوفر فيتنج اللي صاير في المنطقة هاي. نفس الشيء بالنسبة لللوس. تمام، وهنا مجرب برضو نفس الفكرة انه باستخدام الباد، بدون استخدام الباد ومع استخدام الباد، بس هنا ايش حاول انه هو يصعب الموضوع انه this movie was not good، استخدم هنا النيجيشن. The animation and the graphics were terrible, I would not recommend. تمام، بشوف النتيجة كيف بتطلع معايا انه هل هو فعلا انه بيقدر انه هو
يعمل بريدكت للنص ولا لا. الأكثر من ذلك إنه أنا ممكن في الوصفة هذه إيش أسوي؟ أجيب له نص في ميكس في بين البوزيتيف وبين النيجاتيف، يعني أقول إنه إنه الموفي إنه كويس ولكن القصة تبعته طويلة مثلاً، أو الأنيميشن فيه مش كتير حلو لكن القصة حلوة مثلاً زي هيك، وأشوف إيش الأوتبوت تبعه. أوكي، هذا بخصوص الريكرنت نيورال نتورك. هتلاقوا هنا في عندكم وصفات إنه هنا تكست جينيريشن زي ما حكينا، إنه الانبوت عبارة عن كيورد والأوتبوت عبارة عن تكست تم تأليفه. هنا نيورال ماشين ترانسليشن. الماشين ترانسليشن بالمناسبة إنه عشان إذا جاكم شغل من هذا الباب إنه مطلوب كتير، وقد تتساءلوا إنه هو ليش مطلوب كتير مع إنه في عنا الترجمة الآلية تبعت الجوجل، وأنا ممكن أستخدم الـ API والترجمة الآلية تبعت الجوجل إنه يعني accurate بما فيه الكفاية. بصير إنه هذه حساسية عند الشركات إنه هي أصلاً ما بتحبش إنه تطلع بياناتها برا، فممكن إنه يتم ترجمة نصوص حساسة مثلاً. فبالتالي بحبوا هنا إنه هم يكون في عندهم نظام الترجمة الآلي الخاص فيهم. الإيمج كابشنينج، الإنبوت عبارة عن إيمج والأوتبوت عبارة عن نص بيوصف هاي الصورة. فهنا بصير إنه أنا بستخدم تو موديلز زي هيك، فبالتالي هاي الإيمج والأوتبوت إنه يفترض إنه this the person is riding a sea surfboard in the ocean. فبالتالي الانبوت ايمج والاوتبوت عبارة عن sequence of text بعمل captioning بالضبط. لا، ممكن انه احنا نستخدم فيه الترانسليشن. الترانسليشن بالمناسبة فينا عندي هنا بدي أعرف فيه، يعني ممكن أعرج هنا للإنكودر والديكودر. أي مفهوم الإنكودر والديكودر؟ مفهوم الإنكودر والديكودر ببساطة إنه أنا بيكون في عندي هنا سيكونس بيطلع فيكتور، تمام؟ والنيورال نتورك الثانية إنه أنا بأخذ هذا الفيكتور بدخله على النتورك وبيطلع أنا عندي سيكونس. هاي مفهوم الإنكودر والديكودر. الإنكودر وظيفته إنه يأخذ لي تكست ويطلع فيكتور في الآخر، والديكودر بياخد هذا الفيكتور وبروح بالضبط. I am a student، وهنا بيفترض إنه الأوتبوت just we it you don't. للشات بوت ممكن إنه هاي الكلاس تبع الإنكودر هو بيقع تحت إنه إحنا لو رجعنا هنا لتصنيف الماشين ليرنينج أو الديب ليرنينج، هنا عند المنطقة هذه اللي هي sick to sick يا sequence to sequence، إنه أنا عندي هنا auto encoders أو encoder decoder، هذه كلها نفس المرادفات يعني نفس الشغلة. والencoder والdecoder بيستخدموا جواتهم LSTM و GRU. تمام؟ في أي سؤال في recurrent neural network أو في التكست كلاسيفيكيشن باستخدام الـ R and N؟ في أي سؤال؟